الرحيم. محاضرة الخشب اللي قبل اللحاق، لأنه في ناس ما أخذوهاش، أعتقد الطلاب ما أخذوهاش. على كل حال، ما إنه كل محاضرة ما مسمية باسمها، باسم المحتوى، فبالتالي مش مشكلة. إذن في الأنسجة الناقلة قلنا في عنا خشب ولحاق. شرحنا اللحاق، رح نحكي عن الخشب. في البداية بنقول إنه الأنسجة الناقلة بسميها التوصيلية الكوندكتينج تيشو، ممكن نسميها ترانسبورت تيشو برضو، ولكن الكوندكتينج أكثر شيوعا. غالبا خصوصا في الساق، في الأفرع، و في معظم النباتات بنكون الأوعية التوصيلية أو الأنسجة التوصيلية موجودة في تركيبة معينة بنسميها الحزمة الوعائية. والحزمة الوعائية عبارة عن تركيبتين أو جزئين، اللحاق للخارج والخشب للداخل. لما أقول الخارج والداخل أعني يعني لو عندنا مقطع دائري في الساق، الداخل اللي هو مركز من جوا يعني، والخارج اللي هو على الجهة الخارجية. يعني كلما اقتربنا من النخاع هذا الداخل، اللي بعدنا طبعا بكون الخارج. فالحزمة غالبا بتكون الخشب داخليا واللحاق خارجيا. هذا الكلام في كل الحالات. طبعا في عندنا حالات شاذة، ولكن برضو بكون الخشب في الأصل موجود في الداخل واللحاق في الخارج. بصير عندنا طبقات أخرى ماشي، ولكن لما يكونوا التنين مع بعض دائما الخشب للداخل واللحاق للخارج، في الساق، في الجزر، في كل مكان. إذن راح نبدأ الآن بالجزء الأول وهو الخشب. الخشب عبارة عن اللي نسميه زايلم، عبارة عن أوعية توصيلية يتم من خلالها مرور الماء والأملاح من أسفل إلى أعلى، يعني من الجذر باتجاه الأوراق، طبعا مرورا بكل أجزاء النبات حتى يتم وصول الماء والأملاح إليها. في حين أن اللحاق هو يأخذ ماء النبات للسيف بنسمي، اللي هو السكر المتكون من التمثيل الضوئي، بيأخذه من أعلى إلى أسفل، طبعا متوزع إلى باقي أجزاء النبات. الخشب واللحاق هم عبارة عن نسيجين مركبين، ونقصد بالنسيج المركب النسيج اللي فيه عدة عناصر مش حاجة واحدة. اللي فيه حاجة واحدة بنسميه بسيط، اللي فيه عدة عناصر بنسميه مركب. فالخشب واللحاق نسيجين مركبين لأنهم بتكونوا من أكثر من عنصر. بالنسبة للخشب، ما هي العناصر الثلاثة المكونة له؟ ثلاث حاجات. عندنا الأوعية التوصيلية أو العناصر التوصيلية أو عناصر الوعائية الباسكولار إليمنت، وفي عندنا اللجنين فايبرز للألياف المجلنة. كلمة مجلنة يعني فيها مادة اللجنين، اللي هي المادة اللي بنعتبرها من أصلب وأصعب المواد تحليلا، وبتكون طبعا للدعم بالدرجة الأولى. والباسكولار إليمنت بتكون للتوصيل بالدرجة الأولى في الأول، بعدين ممكن تصير للدعم، خصوصا اذا بعد ما تموت الخلايا بتصير داعميه فقط. وفي عندي برانشيما سيلز اللي بتكون محيطه فيهم، وبتكون عباره عن انسجه تخزينيه بتخزن يعني، وهي بتقوم بالنشاط الايضي اللي بتغذي النسيج بشكل تام. لو نطلع على الصوره عم نبين واضح، هذا مقطع طولي عرضي، هاي عرضي وهي طولي. لاحظوا زي حال اي حاجة تنعمل في داخل، يعني لو كنا بدنا نعمل بناء او شيء نفس الحاجة، بكون عندنا اوعية توصيلية، وبكون في عندنا اللي هي مثلا الماء اللي بيطلع على العمارة، والماء اللي بنزل نفس الحاجة، بكون طبعا محاط بخلايا دعامية، او هناك طبعا بكون البرابيش الكهرباء قلنا اللي في السلم، بكون محاط
او سليك الكاميرا بلبسك يكون محط برد داعم حتى ما ايش ما يتقطعش من عمليات الضغط. هنا بنلاحظ الاوعية التوصيلية هيها واضحة تماما، هي طبعا مقسوم من النص عشان بقى نشوف في الداخل كيف طلعوا بين الخلايا الفتحات. طبعا هذه الفتحات هي اساس كل شيء، شكل الفتحات هو اساس كل شيء. راح نشوفه طبعا الان كيف الاختلافات بينهم، يعني كان بنفرق بين وعاء ووعاء غالبا بشكل الفتحات اللي بين الخلايا عموديا او افقيا. هذول يعتبروا الالياف الداعمة، هيكون خلايا شبه صاروخية مدببة جدارها سميك. طبعا هنا طبعا بتلاحظوا نوعين من الاوعية التوصيلية، عندي التراكيد وعندي الدسيز، راح نشوف الفرق بغض النظر. برضو هذول الاوعية، هذا وعاء توصيلي، هذا وعاء توصيلي، هذا وعاء توصيلي، هذا وعاء توصيلي. هذول الانسجة طبعا بكون حواليهم خلايا براشيمية اللي هو الجزء الثالث من التركيبة. لو بدينا في العناصر الوعائية في عندي نوعين، طبعا احنا بنبدأ بناء على ايش؟ على ظهورها وتطورها. في عندي عناصر توصيلية بدائية بنسميها التراكيد او القصيبات بالعربي، وعناصر توصيلية تامة بنسميها البسلف اللي هي الأوعية المعروفة يعني كتسمية يعني. راح نبدأ بالعناصر التوصيلية البدائية. من المعروف أن التطور أو التأقلم خلينا نقول بدأ من الماء باتجاه اليابسة. الكرة الأرضية المفروض أنها كانت في الأول كلها عبارة عن مسطحات مائية، ثم تكونت اليابسة، وبالتالي ظهور الكائنات منطقيا راح يكون في المواد في الماء في الـ في الـ في المياه، ثم بعضها خرج. طبعا لما يخرج من بيئة مائية مثلا إلى بيئة جافة قطعا راح يصير في تحول وتغير. عشان هيك بنلاقي حتى في النباتات إنه بدأت تتغير الأنسجة فيها بناء على البيئة اللي إجت إلها أو اللي تطورت فيها. راح نتكلم أول شيء على عناصر التوصيلية البدائية اللي كانت موجودة في النباتات. لما نرجع للتصنيف اللي ذكرنا جدول التصنيف اللي هي بنلاقيها، احنا راح نبدا من التريديات، تريدوفايتا، ثم الجيمنوسبير، ثم الانجيوسبير، عاريات، كاسيات. راح نلاحظ الاوعيه التوصيليه البدائيه او العناصر التوصيليه البدائيه موجوده في التريديات وعاريات البذور والبدائيات من كاسيات البذور، ثم بتتطور للعناصر التوصيليه التامه اللي هي الفيسيلز. راح نبدا نتكلم عن العناصر التوصيليه ونشوف وين موجودة. زي ما قلنا موجودة في تريدوفايتا، في الأنجيوسبير، الجيمنوسبير عفوا، عاريات البذور، وقليل من كاسيات البذور، هم أوائل كاسيات البذور اللي ظهرت. طب شكل الخلايا بتكون ذات أطراف حادة مدببة، طبعا خالية من السيتوبلازم، لأنه طبعا هي في البداية أول شيء بتكون خلايا عادية حية، بعدين ممكن إيش بعد فترة تفقد المكونات البروتوبلازم وتصير جدران او صب حتى تغلق ببعض لما تكون مسنة جدا، بتصير كلها دعامية. اذا ممكن تموت الخلايا عند النضوج وتصبح مجوفة، وهذا التجويف اذا طورت ممكن ينتلب المركبات السكرية مثل السيلولوز والليجنين كذلك حتى يصير دعامي. التراكيب طبعا تتصل ببعضها البعض، ومع الخلايا البراشيمية الموجودة في النسيج وسط فتحات. هنا نتكلم عن التراكيب اللي هي الخلايا التوصيلية البدائية. الفتحات اللي في التراكيب سموها طبعا ترقيمات بالعربي او بونكتويشنز بالانجليزي او بيتس اللي هي اكثر تطورا، من النوع المضفوف. ايش المضفوف؟ بوردريت، او اللي هي يعني مش كاملة الفتح. طبعا هذا له منطق بيئي واضح تماما. نيجي نطلع ما هي البونكتويشنز من النوع المضفوف. طبعا هذه الفتحات اللي بين الخلايا المكونه للقناه التوصيليه، عشان نكون ايش واضحين. خلايا مكونه هي عباره عن
القناة الأوعية التوصيلية والعناصر التوصيلية عبارة عن خلايا هي في الأصل، اتصلت في بعضها البعض طبعا منها جنبها، وبدأت تصير بينها فتحات عشان تمشي المياه فيها باتجاه علوي أو جانبي. فلو بتطلع الآن على الرسمة اللي عندنا بنلاحظ إنه نفرض إنه الجزء هذا هو الجزء الخلية العلوية وهذه الخلية السفلية، أو قد تكون هذه الجانبية وهذه الجهة اليمين وهذه يسار. الآن نتخيل إنه هذه خلية وهذه خلية والمية جاية مثلاً من تحت بدها تطلع. لاحظوا إنه الجدار الأولي والثانوي، طبعاً هذا الثانوي الجسم الثانوي الأولي مع طبعاً توصيلات المكونات الأخرى من تركيبات سيلولوز لجنين اللي مكونة لهذه الجدران خصوصاً في الجدار الثانوي. لاحظوا الآن الاسطوانة الوعائية ثم الجدار الثانوي بيكون ثم الأولي، إذا كان الثانوي بيتكون، إذا كان الثانوي مش بيتكون بيكون الأول على طول لأن الثانوي بيجي فيما بعد. بتحللوا الجدار كله بتحلل ما عدا الاسطوانة الوعائية أو الاسطوانة المركزية، عفوا مش الوعائية، المركزية اللي بنسميها الصفيحة الوسطى المكونة من مادة البكتين. بنلاحظ انه مش انها ما تحللتش بس لا، تكون فيها في داخل في الوسط عند قبال الفتحة تماما كتلة من نفس المادة اللي هي البكتينية. هذه الكتلة لها نظام او تنظيم للماء، احنا بنقول هذه النباتات كانت في المية قريبة من المية، يعني كمية المياه الموجودة كثيرة، والمياه طبعا عذبة غالبا لأنها مياه طبيعية ما دخلش الإنسان فيها حتى يملحها، وبالتالي الجهد تبع الماء عالي جدا، فتندفع المياه باتجاه خلايا النبات بقوة. فبما إنه منطقة مائية واندفاع، هو طبعا الماء كتره زي جلده معروف يعني، فالكتلة هذه بتنظم صعود الماء، وبالتالي وجودها هنا بسبب وجود النباتات في المناطق المائية ذات الجهد العالي. اندفاع الماء اذا كان قوي جدا ممكن يزوق يدفع في الكتله هذه تغلق او تضيق الفتحه حتى تصعد الى الاعلى. هذا تقريبا التفسير المنطقي لوجود مثل هذه الفتحات اللي هي البورتريد بيتس. اذا غالبا العناصر التوصيليه البدائيه الفتحات اللي بينها بتكون بالتركيبه هذه، طبعا اشكالها بتختلف دائرية أو غيرها، ولكن التركيبة الفعلية الداخلية بتكون بالشكل هذا. طبعا رسمة أخرى هنا بتبين لي إياهم كيف بيكونوا لما نعمل مقطع طولي اللي هو هنا، وهنا برضو نفس الرسمة اللي فوق بتبين لنا طبعا الميدل لاميلا برايمري سكندري سيل وول. إذا كان طبعا بدنا تكون الخلايا كلها طبعا أو الأجزاء في الجدار الخلية كلها متكونة، هذه برضه هي بتكون في المقاطع نفس المنظر هذا ولكن بس. طبعا الآن قلت أنا تعتمد أو تقسيم الأوعية كانت بدائية أو متطورة كاملة يعتمد على الفتحات اللي بينها. ليش؟ لأنه هذه أصلا بتصير فيما بعد فارغة من الداخل، بتصير للتوصيل، والتركيب الداخلي كله متشابه يكون. طب ايش اللي بخلف بين هذه وهذه؟ شكل الفتحة، يعني زي ما نقول الزخرفة اللي موجودة على الحيطان، احنا الفراغ اللي في داخل الغرفة فراغ، وحتى لو كان في مكونات كلها تقريبا متشابه، ولكن ايش بخلف عن غرفة على غرفة؟ هذه لونها سكني، هذه لونها بني، هذه لونها اخضر، هذه لونها احمر. هنا طبعا مش اللون، لأن اللون غالبا بيكون متشابه. هنا الفتحات الزركشة أو الزخرفة اللي موجودة على الحيطان، هنا الزخرفة تبعت القنوات هي الثقوب، إيش مدور، إيش مطاول، إيش معرج وهكذا. فراح نلاحظ إنه أول ما ظهرت النباتات البدائية من عاريات وتريديات بنلاقيها التراكيد أوريولا، كلمة أوريولا هي زي دائر أو شبه دائر، راح نلاحظها في الجيمنوسبيرم وفي عند السكلاري فورما
يعني الفتحات سكلاريفورم راح نشوف ايش الشكل، هو بيشبه الحلزوني ولكن اقل تطور. هذه بنلاقيها في التريديات اللي اقلها تطورا، يعني هذا اول بعدين تيجي هذول. فيما بعد طبعا برضو منظر اخر بين لي مقاطع طوليه وعرضيه للفتحات زي ما انتم شايفين بالعرض، وهنا بالطول كيف تظهر نفس الرسمه. هنا بتبين لي مثلا السكلاري فورما تراكيد، شايفين هنا الاوريولا تراكيد كيف تظهر، يعني الفرق بين الاوريولا شفتوا كيف منظرها من الجانب. طبعا العرضيه ممكن تكون يعني متقاربه ولكن بالمقطع طول تبين بوضوح. طلع الفتحه فتحات ثقوب عادي، هنا ثقوب مستطيله، لاحظوا انها شبه حلزونيه، مش حلزونيه ولكن تشابه الحلزونيه. هذه بسموها الكلاري فورما وهذيك ايش؟ الاوريولا. هذول اكثر القنوات التوصيليه البدائيه بداءة، يعني اقلها تطورا. بعد هيك لاحظنا انه في بعض النباتات بدات تظهر عندي الانيوليت والسبايرال. يعتقد ان الانيوليت هي تطور من الاوريولا والسبايرال هي تطور من السكلاريفورما، نفس الحاجة. طيب بالنسبة للعناصر التوصيلية التامة اللي البيسلز، طبعا هذا راح نلاحظها في عاريات البذور المتطورة ومعظم كاسيات البذور، بعد قلنا قليلة ممكن يكون في عنده البدائية. طبعا ممكن فتحاتها تكون واسعة جدا، هذيك طبعا فتحاتها ضيقة بتكون، إن كانت فتحات العلوية أو فتحات يعني بين الخلايا أو عمق طوليا أو جانبيا. هنا بنلاقي الفتحات أكبر وواضحة، وقد يتحلل الجدار بين الخليتين بشكل تام، بالتالي بتصير فعلا كقناة أو كبربيش زي ما بتقول. طبعا جدارها سميك بكون مجلل وممكن يصل اكبر حجم ل 400 ميكرون والاصغر ل 40 ميكرون حسب النباتات. طبعا بقول اكثر تطورا، اكثر سمكا في الجدار، الثقوب واضحه اكثر. في عندي انواع طبعا زي ما قلنا بالاشكال، اشكال الفتحات اللي بين الخلايا هي اللي بتحدد لي نوعيه. عندي خمس انواع، طبعا نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا ولكن هنا في انواع إضافية. في عندي الحلقية وفي عندي اللي هي السبايرال، هنا طبعا السكاري فورما تحولت لسبايرال. وفي عندي السلمية زي السلم اللي بتشبه السكاري فورما، وفي عندي الشبكية سكريتش، وفي عندي المنقرة البيتد. هذه القنوات لاحظوا حتى بتختلف في القطر تبع الفتحة قديش، يعني البيت دي تعتبر اكبرهم او اكثرهم حجما. نفس الحاجه منظر اخر السبايرال والانيولار والريتيكوليت والبيتد، لاحظوا بعض الاختلافات. لما تيجوا على المقاطع العرضيه بتلاقوا الاختلافات كيف في الشكل، بتلاقوا انه في واحده اوسع من واحده. المهم نكون عارفين هذه الصور بالميكروسكوب الالكتروني للسبايرال بسيلز، وهذه للريتيكوليت بسيلز متشابهين نسبيا. هذا المنظر اللي هنا طلعوا عليه هنا ببين لي تماما الـ 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 من جوا، حتى شايفين الجدار تبع القناه كيف، الفتحات كيف، هذه تشبه اللي هي الريتيكوليت. هذه بتختلف طبعا، ممكن نلاقي احيانا زي ما قلنا بدائي ومتطور في نفس النسيج، لما ننتقل للموضوع مرحلة التطور بتكون تدريجية، تكون مثلا تراكيد ثم بتظهر البسيلز، تكون تراكيد وبسيلز ثم بتصير بسيلز حسب المتطور. فممكن نلاقي ولكن غالبا المتطور المطور بتلاقيها بسيلز والبدائية بتلاقيها تراكيد. الجزء الثاني من تركيب النسيج نفسه، نسيج الخشب، هو ما يسمى باللجنين فايبرز او الفايبرز بشكل بسيط. معروف كلمة لجنين توضح انها صلبة، اي حاجة فيها لجنين صلبة بتكون. طبعا بتكون او مخصصة للدعم بالدرجة الاولى، بنلاقيها بشكل كبير في الانجوسبيرم
وخصوصا ثنائيات الفلقه، لانه احاديات غالبا ما بصيرش فيها نمو ثانوي، قد تصل نسبه الالياف في النسيج لا من 50 ل 80. هذا يدل على كثرتها يعني. الخلايا مستطيله ضيقه الجانبين الطرفين، تكون زي الصاروخه نسميها. فيها طبعا ليش عندنا انبوبه فيها فتحه جانبيه، قناه توصيليه في فتحه جانبيه، لو كانت مسكره حولها بالالياف ما استفدناش حاجه. ولكن الالياف برضه هي الاخرى، والالياف مش فيها ثقوب يعني. الالياف هي الاخرى فيها ثقوب عشان تطلع الميه بالاتجاه الجانبي. اذا بيكون ولكن ثقوبها بتكون اقل تقريبا. بتكون تقريبا من النوع الاوريولا واصغر. هاي بتلاحظوا منظر بسيط واضح تماما يبين لي القناة التوصيلية نوع بسيلز الألياف. شوفوا قديش نسبة الألياف حواليها، وهنا شكل الألياف قلنا صاروخ شكل مدبب بالطرفين والبونكتويشن اللي فيها، وهنا منظر بيشمل الاثنين اللي فرجناه سابقا اللي هو القنوات التوصيلية فيها فيسل وتراكيد وفيها الألياف الفايبرز. وهي مناظر أخرى بتبين لي الفايبرز كيف فتحاته والبسيلز كيف. طبعا كمية الهدد كله بيكون الفايبر اللي بين الهدد وهذا كله فايبر، وهذه البسيلز الموجودة بالضبط. تخيلوا يعني واحد يطلع مع صورة مية، المية اللي طالعة على العمارات تكون حواليها ابنه حواليها حاجة أو سكتورة، او حاليا بحطوها في البطون من جوا، البطون بيكون الدعم والقناه هي ليش اللي بتوصل. زمان كانوا يحطوها من برا، حاليا بتلاقوها في داخل البطون نفسه. البطون هو الفايبر يعتبر، والقناه اللي هي الماسوره اللي بتطلع الميه هي القناه التوصيليه. نفس الفكره يعني. هنا مقارنه بين الفايبر والتراكيد والفيسلز من حيث الشكل ومن حيث الفتحات. طلع الحجم هذه الفيسلز، طلعوا الفتحات اللي بين الخلايا طوليا او طوليا وبين جانبيا، ولاحظوا انه ممكن نقول احيانا دي كلها تتحلل. وطبعا غالبا القنوات الخشبيه او الخشب بشكل عام كنسيج بموت بعد يعني فتره، يمكن السنه الثانيه والثالثه تبدا يترسب عليه مض، بصير ميت بشكل تام، وبتكون الخلايا الجديده هي الخلايا التوصيليه وبصير هو دعامي. طلعوا الالياف كيف؟ نفس الشكل اللي فرجناه اللي هو التراكيد عفوا، هو شفتوا الالياف كيف ارفع، وبالتالي بيكون جدارها كبير صلب. الخلايا البرانشيميه وهو الجزء الثالث من التركيب الخشبي اللي مع الاوعيه والفايبر، طبعا هي اللي بتضلها حيه غالبا، وهي اللي بتغذي يعني. بدنا نجي نعمل ترسيب على جدران الالياف او على جدران القنوات التوصيليه لماده معينه، الخلايا البرانشيميه اللي جنبها هي اللي بتغذيها بهذه المواد، عشان كده بتقوم بالنشاط الايضي ككل. وبالتالي تعتبر دائما الخلايا البرانشيميه خلايا حيه. طبعا بتكون كصفة الخلايا البرانشيمية المعروفة انها جدارها رقيق، واذا صار في مادة الليكين بتكون قليلة جدا، وبرضه هي بتحتوي على ثقوب، حتى برضه اذا كانت مسكرة فهي الامور عبر الثقوب. عندي نوعين من الخلايا البرانشيمية، خلايا منتظمة بشكل طولي يعني هاي الانبوبة بتكون زيها بالطول، وخلايا عرضية هيك طلع كيف واضحة هي هنا، بس ايش بدكم تدققوا في الكمبيوتر عندكم او عشان تشوفوا اذا كانت مش واضحة كثير. هنا هاي الخلايا العرضية شايفين، وهي الخلايا الطولية، هذا مقطع طولي، هاي هنا شوفوا على هنا، هذا عدة انواع من المقاطع، هاي الخلايا الطولية وهي الخلايا العرضية، هاي الخلايا العرضية وهي الخلايا الطولية. اذا نوعين من الخلايا، اما بتكون عرضيه او طوليه. الخلايا المنتظمه بشكل عرضي بتكون ما يسمى بالشعاع الخشبي اللي هو لينيوز ري، طبعا غالبا باللغه الانجليزيه لجنين دائما
تنسب الى الخشب الاقدامات التوصيليه، عشان يسموها لينيوز الشعاع الخشبي او اللجنيني، هو لو نفسره حرفيا بس هو الشعاع الخشبي. راح نعرف الشعاع غالبا هو المنطقه الموجوده بين الحزم الوعيه، راح نشوفها في وقتها بشكل. اصلها هي خلايا بارنشيميه المنتظمه عرضيا مش طوليا. الان اهم جزئيه في اللي شرحته انا في البدايه، الان بدنا نشوفها في مكانها لازم، وهو انه النبات عندي اذا كان حولي سنه وخلاص راح يموت بالتركيبه الاوليه راح نشوفها، واذا كان معمر فراح نشوف ايش بده يصير في الخلايا هذه، هل بدها تتغير شكلها بتزيد عليها خلايا. طبعا هذا راح تكون في الجزء الثاني من المحاضره اللي جايه، عشان ما تكونش الفيديوهات طويله راح نوقف ثم نبدا في مراحل نمو الخشب.